صبر بركة، 10 سنين سياحة، وتو بإذن الله 10 سنين غربة. وليش شوف معناها تونس ما عادش فيها، معناها حتى الغربة راهو نعرف يقولوا ما عادش فيها ما عادش فيها ما عادش فيها، أما ديما تبقى خير من هنا. الغربة مش جنة، أما تونس جهنم الحمراء من الآخر. لا خرجت فيزا، خرجت فيزا نعمل في تلة، فهمتني ولا لا؟ على لونجليتير حاسيلو حاول أقنعني باش نرجع، حاسيل الدار يطلبوا وقت جاي لا كي نقلق تو نرجع حاسيلو، أما مانيش باش نقلق حاسيلو ذات. ولا شو نقول لك، كان عادي أول نهار في الخروج كان عادي. قلت لك مانيش حارق، مانيش في شقف ماشي، قلت لك ماشي راني في في طيارة منظم في تونسير روتار، عاملة روتار أما فطرونا فرحوا بينا، فهمتني ولا لا؟ وكا أما عادي أنا عادي كنت نمشي حتى حارق، معناها غير الوالدة معناها ماك تعرف ما تحبش تقولي ما نرضاش عليك، خاطر حارق تتكلف أقل من الآخر، فهمت؟ موقف تعريف على الآخر، موقف مخيف حاسيله ولا موقف مخيف سهل، موقف مخيف مش تعريف. ديواني ما خلانيش نتعدى، لا عارف وقول له سايب وهو ما يحبش يخليني نتعدى. يا عشبكش لا اله الا الله، لا اله الا الله، عزيزني معناها فيزا مضروبه ما نعرفش، هي بيناتنا الفيزا مضروبه. انا عديت على مطار تونس كارتاج الكل داخل مسافا، الاولاد فرحوا بيا، عندنا اصحابنا هنا الحمد لله حسيرو، تحس روحك كي تمشي بحذاهم معناها تحس روحك في تونس بالرسمي، معناها كماكلة كلاهوة كاللي تحب انت معناها، وكي تحب الفساد زاد فما الفساد الحمد لله يا ربي، انا بعيد عليه من صغري معناها الفساد، لا عمره واحد حط سيجارو في فمه، فما الخبابر فما الفساد الكل، الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي، وربي بعدهم علينا بعدنا عليهم في تونس كيف كيف، شرنا نمنعوا منهم لهنا وكاو معناها، واحد ماشي يعمل في شويه فلوس معناها، فما توانسه مدخلنا في حيط راهو معناها لهنا، واحد يشوف فيهم ولا يسخفوا، فما وفما الامريكلين معيشه معيشه، قولي معيشه. اسمع لونجلتير نحيها على الاوروب، راهو حطها في حزب واحد اخر تو عاد خرجت، خرجت من الاوروب فهمت معناها، كيفاش نفسر لك انا ما نجمش انا باش نحكي لك ولا انت باش تفهمها، ولا لغة اخرى ارخص ارخص لهنا تعيش بالرسمي، تعيش تعيش لهنا تعيش. يا دي الحم عندي قداش ما كليتوش البارح، ناكل في كوستي بالحم انا في لونجلتير، في تونس عندي قداش ما كليتش كوستي بالحم فهمني، علوش ودنيا وشاف كوجيني صاحبي كاس على الاخر فهمني، تخلط على الحم تخلط على الحم انت تو في تونس. لا يا ريت تقول لي ندمت اللي خرجت، علاش نندم اللي خرجت؟ علاش نندم بالله علاش نندم؟ ها علاش نندم؟ قلت لك حاول اقنعني نروح انا لتونس، حاول اقنعني. لونجلتير نظام صاحبي، واحد الحمد لله يقوم بكري يمشي يعمل سبور صاحبي، جو باه ياكل في وقته منظم الحمد لله الحمد لله، فهمت انا نخدموا الحمد لله شيخين معناها تو مرتاحين وكا ومعناها. شنو تخدم انت في لونجلتير صابر؟ لا عاد صاحبي من بعد شغلي قداش تخلص صاحبي، هذايا حاجات بيرسونيل صح، نخدموا نعملوا في الفلوس وما نعملوش في الزايد بيان سور، مخالف الدوله والقانون وكا وصح، نخدموا خير من تونس نخلصوا خير من تونس والحمد لله. المساحه اللي مقدمها للتوانسه صاحبي وعامل برشا دوانه وعندك برشا عباد تحب منك فلوس واكسيتيرا صاحبي، قدم صح قدم ما تتوخرش التالي بالراس. خويا الرئيس الحكومه قيس سعيد، قيس سعيد خويا انسان يخدم على روحه فهمتني ولا لا، ويتكلم اللغه العربيه ولغه القران هذيك صاحبي، وان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي يوفقه، ومانيش كونترو.